الموضوع الخبير في الشؤون الإفريقية إدريس آيات، أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، مساكم الله بالخير وأسعد مساءكم. سيد إدريس آيات، هل أنت معنا؟ نعم معكم، تسمعوني؟ نعم، إذن أهلا بك سيد إدريس آيات. بداية، منتدى للتعاون بين الصين وإفريقيا في العاصمة السنغالية داكار، قلب منطقة غرب إفريقيا، كيف نفهم هذا التغلغل أو التواجد الصيني في هذه المنطقة بالتحديد؟ أولا شكرا لكم على الاستضافة، وأسعد الله مساءكم وكذلك المحاضرين المشاهدين الكرام. نعم، يمكن أن يفهم التوغل الصيني في هذه المنطقة بالتحديد، وخاصة داكار السنغالية التي تعتبر قلب منطقة غرب إفريقيا، أو التي تضم أيضا مجموعة من 16 دولة في إيكواس، أنه الاستراتيجية الصينية بدأت تتوسع وباتت تتجاوز العقلية القديمة التي تتركز فقط على المنفعة المتبادلة، أو ما يسمونه بالخمسين خمسين من المصالح، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لأنه هذا المنتدى ركز بالأساس على شيئين: الأمن والاستثمار والاقتصاد. بعبارة أخرى، كان كل المنتديات القديمة تركز على الاستثمار والاقتصاد، أما الآن فقد أضاف الصين بعدا آخر هو بعد الأمني، بما يعني أن غير مستبعد من هنا إلى 10 سنوات القادمة تكون هناك قواعد صينية أيضا تحمي مصالحها في هذه المنطقة. هذا بالإضافة إلى أن قبل على الرغم أن المنتدى مبرمج منذ بداية العام الجاري 2021، إلا أن قبيل المنتدى سبقته زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. الزيارة شملت كل من نيجيريا وكينيا والسنغال نفسها، وفي تغطية إعلامية قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة وحلفائها قلقان جدا هي التوغل والتنامي النفوذ الصيني الخطير والغير الديمقراطي والغير الليبرالي. نعم. طيب سيد إدريس، هناك دعوات ترفع اليوم للصين لدعم دول الساحل الإفريقي، ما الذي يمكن أن تقدمه بكين لهذه الدول؟ أولا كما تعرفون منطقة الساحل تعاني من انعدام أمن على جميع المستويات، وكذلك أيضا زلزال الاستقرار وهجمات الإرهابية تتكرر كل أسبوع. من قبل كان مجرد أشهر أو من شهرين، الآن كل أسبوع أحيانا حتى 3 أيام ويومين هناك آخر هجمة إرهابية أو بحياة أكثر قرابة 100 شخص. فالدول الأفريقية وخاصة منطقة غرب إفريقيا بما فيها الساحل والسنغال أيضا يرون أن الشراكة مع الكيوة الكبرى وخاصة فرنسا التي تتزعم قيادة منطقة قيادة الأمن في منطقة الساحل والصحراء الكبرى أيضا ما عادت تقاسم، وخاصة هناك تقرير صدر قبل أسبوع فقط تقول إن القواعد الفرنسية الموجودة هناك والدرونات لا تقاسم المعلومات الاستخباراتية مع الحكومات المحلية. بمعنى آخر، فتحاول الدول أن تنوع الشراكات، وهذا ما يفسر توجهها نحو تركيا وروسيا. والآن السيدة تالسال وزيرة الخارجية السنغالية وجهت طلبا خاصا للصين لتساهم هي أيضا في قضية الأمن في منطقة، وخاصة أن هي أيضا تشارك أيضا في نفس الوقت في التجارة، إذا كانت لها منافع تجارية فيحتمل أيضا أن تكون مهتمة بالأمن. أنتهي من هذه الجملة. أظن ما يمكن أن يقدمها السوني معلومات إخباراتية عبر ساتلاتها الموجودة والتي تجمع معلومات عن كل الحركات في منطقة الساحل. شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون الإفريقية سيد إدريس آيات، كنت معنا عبر الهاتف. إذن